هنا وملايين هنا. كويس. فده يعني ما اقدرش اقول بقى انه ده اختيار الشعب، لان في انت شايف ان القياده عمل القوات المسلحه ناصرت حشدا على حساب حشد. بالضبط. طيب سؤالي المحدد، اليس هو الرئيس الشرعي المنتخب الدكتور محمد مرسي الذي قال في 30/6/2012 في خطابه الشهير في ميدان التحرير: انتم مصدر كل السلطات، ولو خرجتم علي فهذه إقالة يعني مفهومة بالديمقراطية وبالصندوق وتنتفي شرعيتي؟ مش هو اللي قال الكلام ده تحديدا؟ ما افتكرش، يعني انا مش فاكر وقال دي ولا قالها في موضع تاني. لو يعني حد اذا كنت تثق فيا هو قالها، يعني المعنى اتقال، يعني وفي كذا حوار تلفزيوني لو حضرتك فاكر، ما هو اتقال لو 10 خرجوا عليا وجولي عند اصل الاتحادية همشي لان شرعيتي برضا الناس، هو قال كده. ما هو الناس كل الناس، لكن جانب من الناس هو اصلا ما كانش معاه، يعني اغلب اللي طلعوا اغلبهم ما كانوش معاه، دول من الملايين التي اعطت الفريق احمد شفيق، وهي بالتالي خصم له من الاول. اوكي، ودي الكتله الرئيسيه. كويس. انا ازعم ايضا ان هم عرفوا يشتغلوا كويس. تمام. هم اشتغلوا، بتحييهم على شغلهم اكيد، يعني اي حد بيشتغل. لا انا ممكن احيي الشباب. الشباب بس حضرتك بتنكر يعني لكن ان في كثير ممن وقفوا بجانب الدكتور محمد مرسي سواء في حملته الانتخابيه او بعد ترشحه انقلبوا عليه؟ يعني مش كتير. لكن عايز اقول لك كمان تاني حاجه. اصل انا يعني انا عايز مش يعني انا برضو مش عاوز الموقف ياخدني لاخر وابدو في 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 مقعد المدافع عن الاخوان المسلمين، وإن كان هم دلوقتي يستحقوا إن حد يدافع عنهم. لكن أنا مش كده. الإخوان المسلمين؟ أنت بتدافع عن الرئيس يعني. ثانية واحدة. يعني متاخد مش عايز أتاخد. أنت عارفني حبيبك. طبعًا. هو أنت المفروض بتدافع عن حزب الإخوان المسلمين؟ أو جماعة الإخوان المسلمين؟ أنا دلوقتي بدافع عن الرئيس. أيوة وعن كده. شرعية الرئيس. أيوة كده نرجع. إيه اللي ودانا الإخوان المسلمين؟ ما أنا هنروح لها. لا ما نروحلهاش. هنروحلها. طيب لو بتدافع عن جماعه الوضع يختلف. لا لو بتدافع عن حزب الوضع يختلف. يعني انا اشكرك انك انت وضحت دي، لان انا حريص ان انا اوضح دي. ايوه، لان انا يمكن انت بتدافع من وجهه نظرك عن شرعيه رئيس منتخب. بالظبط كده. لكن لا لك علاقه بجماعه اطلاقا. بالعكس، انا طول السنه، مش طول السنه، على الاقل 6 شهور من السنه. ايوه، كنت في مقعد المعارض. حصل، وانا سمعت لك تصريحات ناقده كثيره. هو الرئيس نفسه كان بيزعل مني. كويس. وكان بيضيق صدره مني. أنا بس بقولها عشان الناس تبقى عارفة. إذن قولا واحدا، أنت تدافع عما تعتقد أنه شرعية الرئيس المنتخب. تمام. مش عن حكم الإخوان ولا جماعة الإخوان. تمام، بالضبط كده. طيب السؤال المهم هنا، ألم ترى مع كثير من المصريين أن الرئيس الدكتور محمد مرسي كان رئيسا لجماعته فقط ولم يكن رئيسا لكل المصريين؟ يعني أنا مش عايز أخالف نفسي، أرجوك. فأنا قلت ده وهو رئيس، أنا قلت له يا رئيس خليك رئيس لكل المسلمين. كويس. بدأ في الأمر أنه رئيس لجماعته أو لحزبه. تمام. وقلت ده أنا عشان برضو أنا آسف مش عايز أخد كتير من وقتك في الحتة دي. مظبوط. لا قلت كده، لكن برضو علشان الناس تبقى يعني أصلا أنا يعني الناس بتنسى أصلا. أنا قلت يا رئيس وسع المشاركة في أكثر من موقع. صح. لا وأنا شاهدت ده وحضرت ده وسمعت ده. يا رئيس وسع المشاركة، شركاء الثورة بتوع الميدان. تمام. الرئيس وحزبه وجماعته كان لديهم اعتقاد إن هم الأغلبية. وأنا قلت أنتم مش الأغلبية. الأغلبية التي يمكن أن نقيس عليها إنها تشكل حكومة، ده يمكن وضع طبيعي لو كانوا في الانتخابات اللي بعدها. مظبوط. فأنت في مرحلة انتقالية. هذه المرحلة الانتقالية رحت أنت فندق فيرمونت وعقدت اتفاق مع قوى وطنية ورموز. حصل. محترمة، ودخلت الإعادة مع بعض ونجحت بتأييدهم. دول ليهم حساب، كان لازم يبقوا موجودين. حصل. في الشراكة الوطنية. فمن هذا المنظور هو يعني أخلي بالحكاية. أخلي بالحكاية. سؤال محدد، وحضرتك طبعا لك خبرة قانونية لا يمكن إنكارها. في كثيرين بيقولوا أن شرعية الرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي سقطت
يوم أن أعلن الإعلان الدستوري بين قوسين الأثيم من وجهة نظرهم يوم 21 نوفمبر، لأنه لم يكن يحمل سلطة تأسيسية، كان لديه سلطة تشريعية وتنفيذية فقط. برضو أعتقد أنه هذا غير صحيح. غير صحيح. غير صحيح. وأنه إذا لم يبقى لرئيس الجمهورية شيء يبقى في إيده يقاوم به أو يجهد به تآمر عليه، فماذا بقي له؟ يعني من منحه يا أستاذ منتصر؟ من منحه هذا الشيء؟ الشيء يعني المعارضة غياب السلطة التشريعية. سؤالي الأخير في هذا البلوك أو هذا الملف، فرضا كما تريد وتتمنى، عاد الدكتور محمد مرسي رئيسا للجمهورية، يطرح نفسه على الاستفتاء؟ لا، قبل ما يطرح نفسه على الاستفتاء هيحكم بإيه؟ هل ينفع أنه يحكم بالمؤسسة العسكرية دلوقتي بوضعها الحالي، وبوزارة الداخلية دلوقتي بوضعها الحالي، وبالقضاء دلوقتي بوضعه الحالي؟ أول هل هناك رئيس بلا مؤسسات؟ لا، ما هو أول حاجة يعملها إذا يمشي دول. لا 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 طبعا يستفتي الشعب على خارطة الطريق، على خارطة الطريق على خارطة الطريق وعليه. يعني هنكمل بالشكل ده ولا لا؟ إذن الأستاذ منتصر الزيادة دلوقتي، لمن